وللمزيد من النقاش بينضم إلينا الآن هاتفيا الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي. بعد التحية لك دكتور، يعني إذا تحدثنا في الشأن الاقتصادي، كيف تمثل مصر بوابة لألمانيا وللأسواق الأفريقية أيضا؟ في البداية مساء الخير لحضرتكم، مساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. الحقيقة أن مصر لها دور محوري ودور رئيسي في لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، لأن مصر هي البوابة الفعلية والبوابة الحقيقية للقارة الإفريقية. بنشوف ده بيتمثل من خلال اهتمام كل الدول الكبرى الراغبة في الاستثمار داخل القارة الإفريقية. بنجد أن مصر فعلا تتبوأ هذه المكان. طبعا ده لا يزال يعني الأهمية أن العلاقات المصرية الألمانية في أوج توهجها بحجم الاستثمارات يبلغ 7.1 مليار دولار، بالإضافة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في خلال 6 شهور الماضية يبلغ 2.5 مليار دولار، قيمة التبادل التجاري فيما بين الدولتين. ده بيؤكد ويعمق أن أهمية زيادة الاستثمارات، وأن النهاردة السوق الإفريقي سوق واعد قادر من خلال الشراكات المصرية الألمانية لإنشاء منطقة صناعية في محيط قناة السويس وفي المناطق الصناعية الأخرى، يكون يعني الهدف منها هو تلبية احتياجات السوق المحلي داخل مصر، وعارفين ان عدد سكان مصر يبلغ 106 مليون نسمة، بالإضافة للقارة الإفريقية اللي بتقدر تستوعب أكثر من 600 مليار دولار سلع وبضائع من خارج القارة الإفريقية. أن الأوان أن يكون لألمانيا ومصر نصيب في هذه حجم هذه التجارة. بنشوف ده لأن ما زالت القارة الإفريقية لا تمتلك أي تقنية موجودة بخلاف المواد الأولية والمواد الخام اللي موجودة وموجودة بكثافة لم تستفد منها القارة الإفريقية بعد. نعم دكتور خالد، إذا تحدثنا حول قدرة مصر على التناغم مع منطقة اليورو عبر التعاون مع ألمانيا والتوازن أيضا في العلاقات للدخول بقوة في تجمع البريكس، كيف يمثل هذا التناغم والتنوع في بيئة الاقتصاد المصري؟ بيئة الاقتصاد المصري بيئة بتنمي بشكل سريع، وده بتشوفه حرص الحكومة الحالية على دعم كل القطاعات اللي بتشكل من الاقتصاد المصري وتذليل كل العقبات أمام كل الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية للانطلاق نحو توطين صناعات وعمل شراكات سواء من خلال استثمار محلي او استثمار اجنبي او استثمار الماني للانطلاق بالاقتصاد المصري الى افاق ارحب والى المكانة التي يستحقها، نظير البنية التحتية الهائلة التي تم استحداثها من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، ودي الحقيقة اللي ممكن ان تؤهل الاقتصاد المصري ان يحتل افضل 10 مراكز على مستوى العالم خلال الفترة القادمة. النهاردة ألمانيا بما لديها من تنوع ومنها وزخم تكنولوجي، وهو ده المطلوب الفترة القادمة وده مصر محتاجاه، وأعتقد أن الشراكات في هذا الشأن كأنها بيصب في صالح تعميق الصناعة والتكامل بين البلدين، وبالإضافة أن مصر النهاردة تربط علاقات قوية وفيها يعني فيما بينها وبين القارة الإفريقية من خلال التجارة الحرة، اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 54 دولة إفريقية. أعتقد أن ده هيكون يصب في صالح مزيد من الاستثمارات الألمانية اللي هنشهدها على أرض الواقع وبالأخص في الطاقة وفي التعدين والسكك الحديدية اللي ممكن النهاردة تحقق طفرة في صالح الاقتصاد المصري ولتحقق مزيد من النمو
لهذا الاقتصاد أن يحقق مزيد من التوازن في الإقليمي من خلال هذه الاستثمارات، ويكون نقطة انطلاقة لتصدير منتجات هذه الشراكة إلى أسواق الإفريقية. إذا تحدثنا عن حجم التعاون المشترك ما بين مصر وألمانيا، يعني نتحدث في مجالات عدة، مسألة نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وهم بالتأكيد يعني وجهان لعملة قوة الصناعة المصرية، وهو جزء أيضا من الاتفاقات بين مصر وألمانيا، أيضا ملفات عدة مثل ملف التعليم و أيضا ملفات لها علاقة بالتنوع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا كما ذكرت، يعني كيف ترى أن ذلك بيعزز من حجم التعاون بين البلدين؟ شفنا أن ألمانيا سباقة في بناء محطات الكهرباء خلال الفترة الماضية، وقدرت الشركات الألمانية أن تكون لها أرضية على أرض وأرض ولها أرضية قوية على في الاقتصاد المصري، ومساهمة بشكل قوي في الاقتصاد المصري ودعم جانب الطاقة. النهاردة التعدين في مصر مطلوب ومطلوب بقوة، وأعتقد حرص القيادة السياسية النهاردة أن تفتح مجال وآفاق أمام الشركات الألمانية للتواجد لنقل الخبرات ونقل التكنولوجي للجانب المصري، هيكون من شأنه استغلال أمثل للثروات الطبيعية الهائلة اللي موجودة للدولة المصرية التي لم تكتشف ولم يعلن عنها بعد. أعتقد أن ده تبقى إضافة قوية لصالح الاقتصاد المصري ولصالح الصادرات المصرية ولصالح أن الاقتصاد المصري بيحقق طفرات هائلة سواء من حيث معدلات النمو أو تشغيل عمالة أو زيادة حجم ناتج محلي أو زيادة قدرات وفرص تصديرية وزيادة اكتفاء ذاتي، من شأنه أن يكون يقلل الاعتماد على الدولار ويقلل الاعتماد على فاتورة الواردات، وبالتالي ليه يعتمد على حجم التبادل ما بين ووجود هذه الشراكات وهذا التكامل بين مصر وألمانيا، ده يكون من شأنه ويكون يتم الاستفادة به من خلال تجمع الدول البريكس اللي هيبقى يحدث انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، لأن مش هيبقى الاعتماد على الدولار، وهيمنة الدولار هتفقد كثيرا من هيمنته على حجم التجارة الدولية لما تتميز به العلاقات المصرية الألمانية والعلاقات المصرية بتجمع دول البريكس دون الاعتماد في المقام الأول على الدولار الأمريكي، وبالتالي أكثر من 50% من حجم التجارة المصرية مع بعض دول العالم الخارجي لم تعتمد على الدولار، وبالتالي يفقد الدولار هيمنته خلال الفترة القادمة نتيجة الشراكات ونتيجة التكامل الصناعي والتكامل التجاري بين مصر وبين الدول الكبرى وبين مصر وبين تجمع دول البريكس اللي يحقق نقلة قوية لصالح الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. يعني نأمل ذلك. دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات وهذا النقاش.